وتضم الشركات الجزائرية العمومية والخاصة المشاركة في العاش الاقتصادي الصناعي لبلدنا الجزائر، لأنه معا نحن قوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية للبلد. في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الجزائرية والتركية ديناميكية ملحوظة، فهذا ليس بصدفة أن تكون تركيا ضيف الشرف في الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولي للمرة الثانية في تاريخ هذه التظاهرة الاقتصادية.